تقلصات الرحم طبيعية ولا لما تقلقش، واسمهم براكستون هيكس. هذو التقلصات يبدأوا من أواخر الفصل الثاني، هما تقلصات ماشي مؤلمة بزاف وليست قليلة العدد في اليوم، المدة تاعها أقل من 30 ثانية، ما تبقاش ما تفوتش 30 ثانية. العنق تاع الرحم ما يتغيرش كي نديرو ليكزامان، وكان نديرو ان انغوجيسترومون ما نلقاوهاش في لونغوجيسترومون، وكي نديرو اون ديبرسيون على الرحم يكون قابل للضغط. فوالا بوغ هاد لي كونتراكسيون باش ما تقلقوش منهم.